بجت زينبي صدت للمدينة يا خلنا حسينكم قطعة وتينا. بجت زينبي صدت للمدينة يا غلنا حسينكم قطعة وتينا. هلا بيك. أشنو ماتكم صارت سنينة دقوموا يا الهاشم والصبر مر. ما حد إجا ليها توجهت وجهة ثانية وين قريب من عده. بويا علي الليل هوى وانا حرمة وضعيفة وما ليا. هلا بيك. شيال حملي راح وابعه وابن والدي العباس مرض. بعد 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 تش عندك يا ملا عطية بعد. قال يا طارش عجل بمسرى. شفت عندك حالة جواب، شفت عندك حالة استقبال وانت تنعي الحسين وانا وياك. يا طارشي عجل بمسرى وخذ لي رسالة عتب ويا لابونا السميدة مدير الافلا اوصيك من توصل يا حيا وتشوف وادي الغري بعينا اصفق يسارك فوق يمنا وقل له يا علي قل له يا من بالكون فتاك زينب كانت قبل بحور مدللة وتخدم هلاملة ذليلة تراب وليتعداك يا علي. راحت زينب يا علي راحت. نادت جلجل ظلام الليل ورعد عصف ليريا ليلة 11 وبسماء البدر مالح. هذا من العطيها. سرحت بالوادي نظرها بدمع سفا ونادت ونادت بحسرة ليلة قشرة علي خلف الخيم لن تشوف يلوح خيال. هاجت ضاقت عليه غلواسعة وصاحت بولوال جنب يا فارس كان قصدك تطلب المال. هت كل خيم والنار ما بقت بقية ويلي. عرفت عليها قالت يا غوث الموزمة حرنا بصفاته كاشف الغمة شلون يوم تطفي فاتك ما جيت لابنك وكشفت شدة بناتك ظل البلي يستار بين وغاد ومي. بعد عندك شكاية أعظم يا زينب؟ قالت بلا بلسان الحال. الله يرحمك يا ملا عطية رحمة الأبرار. ها دفنوا خوارجهم ولا شالوا لنا ميت وانا على التل وقفت بويا ونادت يا ريت لا كان رفعت صوتي ونخيت. صار يا زينب ما جاوبتني غير خيل الأعوجي